الليل والناس. الليل والناس مع رضوى مزين. تنفس روح السعودية. تنفس روح السعودية. حياكم الله أصدقائي في تنفس روح السعودية، اللي نتكلم اليوم عن أهم المتاحف اللي تقدر تستمتع بالتجول فيها في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، متحف محافظة أمانة مدينة جدة، وهو عبارة عن مبنى أثري قديم مكون من 3 طوابق يضم العديد من القطع الإسلامية، وقد تم افتتاحها عام 19/9/1411 على شرف الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود. أيضا متحف دار بن قز أو صفية بن قز تم افتتاحه في 23 شوال عام 1421 على شرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز. تعود ملكية هذا المتحف إلى الفنانة التشكيلية صفية بن قز، وهو متحف متخصص في التراث والعادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية، ويحتوي المتحف على 8 أجنحة فيها طبعا تزيين الجدران بلوحات فنية تشكيلية، والمتحف أوقات محددة للزيارة والدخول مجاني. أيضا متحف كلية البحار، تقع كلية علوم البحار في أبحر الشمالية اللي تم افتتاحها عام 1405، وهي عبارة عن متحف بحري يعرض فيه الأسماك البحرية على تنوعها عبر صالة عرض كبيرة مجهزة بشكل يحمي محتوياتها من التلف. أيضا مخصصة فقط لعرض الكائنات البحرية الميتة المحنطة، بالإضافة إلى بعض الكائنات البحرية الحية. متحف جامعة الملك عبد العزيز، اللي يقع هذا المتحف على طبعا في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، يتكون من طبقين يحتوي على المتحف على بعض المقتنيات الخاصة بالملك عبد العزيز، متحف كلية علوم الأرض، وأيضا المتحف المفتوح، وطبعا أجواء جميلة جدا، وكل هذا ضمن حملة صيف السعودية تنفس اللي تطلقها الهيئة السعودية للسياحة من 22 يونيو إلى 24 سبتمبر، موسم صيف السعودية اللي يهدف إلى إتاحة الفرصة للسعوديين والمقيمين بالسفر داخل المملكة بعد رفع حظر السفر داخليا. يقوم هذا الموسم بتوفير متنفس سياحي مناسب إلى جميع طبقات المجتمع، وأيضا ليكون هناك استفادة من هذه الفرصة الاستثنائية اللي يغيب عنها منافسة السياحة الخارجية. تقوم الحملة على 10 وجهات سياحية تنوع فيها الأجواء المناخية والتضاريس، والطموح أن يكون التنافس بين الوجهات 10 في توفير العروض المناسبة للسياح والقاصدين، حتى يقوم الموسم بدوره بدعم المنشآت العاملة في قطاع السياحة، وتكون السياحة الداخلية هي سبب أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. أيضا يساعد هذا الموسم الممتد لشهرين في 10 وجهات مختلفة في المحافظة على الوظائف الحالية في القطاع السياحي الأكثر تأثيرا بالجائحة، بالإضافة إلى توليد الفرص الوظيفية الموسمية في مختلف القطاعات اللي ترتبط بالقطاع السياحي. إيش يمثل؟ يمثل الموسم، موسم صيف السعودية، فرصة استثنائية هذا العام لجذب المواطنين والمقيمين في ظل جائحة كورونا وتوقف طيران الدولي وثقة المواطن والمقيم بالنظام الصحي السعودي. نتمنى لكم الاستمتاع أصدقائي في 10 وجهات اللي تحت طبعا الهيئة السعودية للسياحة وحملة صيف السعودية تنفس.